كما هذا قاعد تهدد امي ان هي راح تتحمل مسؤوليه وما ادري شنو، تبي تضر امي. اول شيء حرمتيني من امي، سفرتي قلتي ان سفروك وما ادري شنو، تشي تقولين ان انا خليتهم ما ادري شنو يسوون، وحرمتيني من تراب الكويت، انولدت وعشت بالكويت، وتقولين لي تتهميني انا ما عندي دين، انا اللي ما عندي دين. يا جماعه هذه تبي تضر امي، قسما بالله والله تبي تضر امي. انا افتخر اني انولدت وعشت وتربيت في دوله الكويت، وكل هالخير كله من دوله الكويت، وانت تجين تقولين ان انت وين راح تشم وراح تطبها. عفوا حضرتك انت منو؟ انت منو اللي حرمتيني من امي تقولين ان انا اللي سفرتك وراح ارفع عليك قضايا وراح تضر ما ادري اهلك، راح انهم يتحملون مسؤوليه. الحين امي كبيره بالسن تقولين عنها كذي؟ انت كنت 6 سنين صديقتي، ما قصرت معك بولا شيء، بكل لقاءات اقول عنك ماما اختي كل شيء، وحتى كل ما كنت تبي اي شيء تتضايقين تيلي انا وتصورين تقولين، فيديوهات كلها موجوده وانت قاعد تقولين شنو شهاب اخوي وقفات ريال وما ادري شنو. فجاه ليش شو سويتي فيني؟ سويت لك انا؟ اذا انت الحين مو مشهوره مثلي، انت مشهوره صح ولا لا؟ انت بسنابك علنا علنا يا جماعه والله العظيم علنا هي منزله فيديوهات وصور بسنابها، انا ما افضح احد، ما 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 اشوه سمت احد، بس انت نشرتي اشياء غير لائقه، انت نشرتيهم وفيديوهاتهم انا ما يبقى من عندي، موجوده باليوتيوب وانستغرام كلها موجوده. قلتي لي انا ما عندي دين، قلت راح ما ادري راح امك راح ما ادري شنو اسوي ما ادري شنو، وتقولي لي الكويت ما راح تشمها. انت مو تقررين، للعلم انت ما تقررين، وانت قاعد نزلين فيديوهات وصور تمثلين بس نفسك، وللان ما افضح كل شيء موجوده باليوتيوب وسناب، وانت صورتي علنا تكلمتي عني قلتي عني انا مو ريال، وقلتي ان هذا ما ادري شنو كله موجود بس ليش مسحتيهم؟ ليش مسحتيهم؟ الله يخليكم وقفوا مع الحق، والله حب الكويت وعلى راسي، بس هذه قاعد كلها تظلمني، وهي والله العظيم ما افضح انا، وهي عندها كل فيديوهاتها صورها كلها موجوده، هي نشرتهم عندها بالسناب باليوتيوب والانستغرام موجوده. كلموني والله راح اقول لكم طريقه وين، انا ما افضح ما اكبتشر، بس راح اقول لكم وين موجوده هالصور وفيديوهات والله العظيم. ليش شي تسوين؟ انا مثل اخوك، وانت عمرك 30 سنه وانا مثل 18، انا ما عندي لا ليسن ولا سياره، وانت عندك ليسن وسياره، تجين عن باب بيتي انت بارادتك تجين، خلينا نطلع ضبطني باعلانات وما ادري شنو. فجاه قلبت ضدي؟ لان ليش؟ قاعد ماشي ناس ثانيه وانت انقهرتي، صرتي ضدي، وثقت انستغرامك وطلعت فيديو تكلمتي شاب وثقت انستغرامي وجبت لك فولورز وكل امدح قدام الناس باللقاءات، عمري ما ضريتك، عمري ما تكلمني ورا ظهرك، عمري ما سويت، حتى دخلتك بيتنا قعدتي مع امي وكنت اختي وكل شيء كل شيء، كل الناس كانوا يعرفون انت اغلى واحده عندي بحياتي، مثل اختي الكبيره، تصحيني اسمع كلامك او تقولي لي وخر عن هذا، كنت اوخر اما عشان ما اخسرك، كل هذا ليش؟ والحين امي تقولي ما تشم بالكويت، حرام عليك. انت ام وانا امي ام، انا ولدها وانت عندك ولد، ولدك يسافر دولتها جزيره ثانيه وهو يسافر دولتها، انت ما راح تحترقين قلبك؟ ما يعورك؟ ما عندك احساس الام؟ انت شايفه فرق السن؟ انت الحين حاطه عقلك عقل منو؟ بس انا احس اني فاهم، انا عمري 18 بس انت عمري 33 ما ادري 33 ما ادري كم، عمري ما قصرت معك بشيء ولا تكلمت عنك، بس انتي لازلت تسوين كل هذا، ولا تقول لي انت قاعد تفضح. انا عمري ما فضحت، انا عمري ما ادز فيديوهات حق احد عشان نشروع عن هذه، عمري قسم بالله والله العظيم ما اكلم احد، انا الحين حاليا بروحي والله ما اكلم احد، بس انت نشرتي سوالف بالسناب والانستغرام موجوده باليوتيوب، وراح اقول لهم انا